مرحبا بحضراتكم من جديد. من بعد الفاصل، وزارة التعليم العالي هتفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022-2023 من بكرة لحد آخر شهر سبتمبر، وكمان هيتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2020 وطلاب الشهادات الفنية أنهم يقدموا بالالتحاق بالجامعات الأهلية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حابين نعرف قواعد القبول عند والالتحاق بالجامعات الاهليه اللي اقرها مجلس الجامعات الخاصه والاهليه. هو طبعا بالنسبه لحضراتكم للجامعات الاهليه الاربعه، احنا بنتكلم على جامعه الجلاله والملك سلمان والعلمين الدوليه وجامعه المنصوره الجديده. هذه الجامعات الاربعه لديها اسلوب الحياه متميز في التحاق الطلاب بهذه الجامعات. يقوم هذا الأسلوب على أنه فيما يسمى المجموع الاعتباري. المجموع الاعتباري وهو عبارة عن مجموع الثانوية العامة مضافا إليه ما يحصل عليه الطالب من اختبار إلكتروني تنظمه هذه الجامعات من بنوك الأسئلة المتعددة، بيضاف المجموعين بالإضافة إلى مجموعة إلى امتحان خاص بالتفكير النقدي أيضا بشكل إلكتروني، ومجموع ما يحصل عليه الطالب مجموع الثانوية العامة مناسب بنسبة 70%، 30% على الاختبار المعرفي بالإضافة إلى اختبار التحليل والتفكير النقدي، وبالتالي يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لكل جامعة من هذه الجامعات ولكل برنامج من برامجها وفقا لمجموع ما يسمى بالمجموع الاعتباري للطالب. ما أود التأكيد عليه هو أنه هذه الاختبارات الإلكترونية التي تجرى للطالب سواء الاختبار المعرفي الإلكتروني أو التفكير النقدي كلها اختبارات إلكترونية كاملة لا تدخل بشري فيها. طيب، البعض ممكن يستفسر في بعض الأحيان ما هو لزوم هذا الاختبار. هذا الاختبار هو لمصلحة الطالب. لماذا لمصلحة الطالب؟ لأنه باختصار حضراتكم نحن يتم اختبار الطالب الكترونيا في المجال الذي يود الالتحاق به. يعني لو ان الطالب محتاج يلتحق بكليات القطاع الهندسي والحاسبات، تمام، او يلتحق بالقطاع الطبي او يلتحق بقطاع العلوم الانسانيه والاجتماعيه، هنا الاختبار الالكتروني يركز في المعلومات والمعارف على هذا القطاع. فاذا الطالب حصل في القطاع الذي يود الوصول اليه على مجموع مرتفع من الاختبار الالكتروني، ده معناه هذا الطالب بالفعل مؤهل للالتحاق بالقطاع الهندسي او مؤهل للقطاع الطبي. صحيح. طيب، يعني انا لو عايز اتكلم عن الجامعات الاهليه دي، ايه هي ابرز الكليات اللي ممكن نقول ان هي يا دكتور هتعمل اضافه في سوق العمل، حتى يعني هتفيدنا حتى في مشاريعنا الجديده التنمويه او الزراعيه او التكنولوجيه؟ حضرتك عارف ان احنا عندنا يعني جمهوريه جديده بشكل جديد، فكر جديد، والرئيس اتكلم اكتر مره على فكره التعليم وتطوير التعليم، هنأهل الطالب لايه؟ خليني اقول لحضرتك، الفكره في الجامعات الاربعه الاهليه لا تقوم على فكره الكليات بقدر ما تقوم على فكره البرامج. بمعنى برنامج دراسي متخصص يؤهل الطالب بمهارات معينه تساعده على التحاق بسوق العمل. يعني احنا بنتكلم على مصر الرقميه حاليا. برامج الخاصه بالحاسبات والذكاء الاصطناعي بتحظى باهتمام خاص ببرامجها في الجامعات الاربعه. لماذا؟ لان مؤسسات الدوله تتجه الى الرقمنه الكامله، وبالتالي تحتاج الى خريجين بمهارات خاصه. هذا الخريج يستطيع التعامل مع المؤسسات الرقميه والبيانات الرقميه الضخمه. هذا اولا. ثانيا، لما بنتكلم على مثلا فرع راس سدر في جامعه الملك سلمان، عندنا التخصصات المتعدده للزراعات الصحراويه، وده احد المجالات المهمه التنمويه اللي طبعًا الدوله المصريه مهتمه بيها حاليا. دول هيشتغلوا على طول، طبعا على طول اول ما يتخرجوا. بالظبط، بالتاكيد. ولدينا شراكات مع بعض البنوك المصريه وخاصه البنك الزراعي المصري في دعم هؤلاء الطلاب. بنتكلم حضرتك عن حاجة تخصص ثالث أيضا مهم جدا، الخاص ببعض البرامج الهندسية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي باعتباره ثورة صناعية في العالم كله، وبالتالي الحاجة إلى هذا التخصص سواء داخل مصر أو على المستوى الإقليمي والدولي، ده احتياج مهم جدا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بنتكلم على مجالات مهمة وجديدة في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان الاتجاهات الحديثة.
هذا بالإضافة إلى شراكات مع عدد من الجامعات الأجنبية اللي لها تصنيف في دولة مرموق، بحيث الطالب يحصل على شهادة مزدوجة من جامعته اللي بيدرس فيها والبرنامج الممثل له في الجامعة الأخرى. لما بنركز حضراتكم على مثل هذه المهارات، احنا بنأكد على انه هنا احنا محتاجين الطالب بنساعده الخريج على تحقق سوق العمل من ناحية، وأيضا مساعدة مؤسسات الدولة على أن تجد الخريج اللي بيستجيب من خلال المهارات إلى فرص العمل القائمة. دكتور عادل، ده حابة أعرف من حضرتك، الطلبة اللي معاهم شهادات فنية هل ليهم الحقيقة أن هم يلتحقوا بجامعات أهلية ولا لا؟ دي فرصة الحقيقة هذا العام بتطرح. الخريج المدارس الفنية في بعض البرامج لما بيدخل على الطالب إن شاء الله ابتداء من باكر بإذن الله، الموقع الإلكتروني للجامعات تنسيق الجامعات الأربعة هيكون متاح بالنسبة للطالب، بيكون محدد أيضا لكل شهادة من الشهادات. يعني احنا حضراتكم عندنا أنواع شهادات زي الثانوية العامة، عندنا شهادات معادلة زي الشهادة الأزهرية أو مدارس ستيم أو مدارس النيل، عندنا شهادات عربية وأجنبية، خريجين مصريين حاصلين على شهادات عربية وأجنبية وخريج المدارس الفنية. كل طالب من هؤلاء لما بيفتح الموقع ويشوف البرامج المتاحة، لو انه طالب خريج مدارس ثانوية فنية هيحدد له قوائم البرامج اللي هو ممكن يلتحق بيها. هيظهر له على سبيل المثال برنامج الخاص بالزراعات الصحراوية. هيظهر برامج في بعض برامج التي تناسب تخصصه. فهنا ليست كل البرامج هتكون متاحة لخريج المدارس الفنية، ولكن هيتاح له برامج تلائم تخصصه في الشهاده الفنيه. بالظبط كده. طب ازاي هيتم التقدم والتسجيل لو اتكلمنا على الاجراءات، يعني وتحديدا للطلبه كمان غير المصريين، يعني الكترونيا في حاجه زي كده اظن؟ طبعا، يعني حضراتكم المساله بقت ميسره جدا جدا، سواء على مستوى التقديم او على مستوى الاختبار نفسه. يعني عندنا لجان فنية على مستوى عالي جدا من عدد الأساتذة المتخصصين في مجال الحاسبات يفتروا هذه المسألة كثيرا. أولا الطالب بيدخل على الموقع المنشور في البيان الرسمي، هيسجل، هيعمل حساب خاص بيه، هيسجل كل بياناته اللي مطلوبة اللي بيطلبها التطبيق منه. بناء على هذه المعلومات بيتحدد، بيوصل للطالب رسالة على الميل الشخصي بتاعه بيتقال له ان انت عندك اختبار الكتروني في اليوم الفلاني، بيتحدد له التاريخ والساعة، يحدد للطالب التاريخ والساعة اللي هيتم الامتحان فيه. هنا سؤال، هل الطالب كيف سيؤدي الامتحان؟ مسألة بسيطة جدا، الطالب يستطيع ان يؤدي الامتحان من خلال اللابتوب بتاعه، من خلال جهاز الكمبيوتر وهو موجود في البيت. لو ما عندوش هذه الامكانيات يقدر يؤدي هذا الامتحان في الجامعه نفسها، ما فيش اي مشكله في ذلك، مع اتخاذ كافه الاجراءات اللي تضعها الجامعات دي لمراقبه الطالب اثناء الامتحان. بالنسبه للطلاب حضراتكم العرب والاجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الاهليه، عندنا منصه ادرس في مصر، ونزلنا الموقع اللينك بتاع هذا الموقع في البيان الرسمي الصادر عن الجامعات الاهليه الاربعه، ويقدر الطالب من خلال هذا الموقع ان هو يقدم كل الداتا الخاصه به، وسوف يحدد له ايضا اختبار في موعد محدد بساعه محدده من خلال الموقع. اذا المساله سواء بالنسبه للطالب المصري داخل مصر او بالنسبه للطالب الوافد عربي او اجنبي، المساله اصبحت الكترونيا في منتهى اليسر والسهوله. احنا شايفين دلوقتي طبعا صور معانا على الشاشه للجامعات الاهليه، وشفنا مساكن الطلبه او الدورمز شكلها حلو جدا جدا. حابه كمان اعرف من حضرتك، يمكن الشهادات المعادله اللي بتسمح للطلبه ان هم يلتحقوا بالجامعات الاهليه ايه هي؟ طبعا بالنسبه للشهادات المعادله داخل مصر اللي هي بتعادل الثانويه العامه، عندنا شهاده الثانويه الازهريه، عندنا الطلبه اللي هم خريجي مدارس المتفوقين ستيم، طلبه خريجي المدارس النيل، يقدروا متاح لهم فرصة التقديم. وبالنسبة للشهادات العربية والأجنبية، بالنسبة للشهادات العربية كل الطلبة الخريجين من الدول العربية المختلفة الشقيقة، طلبة المصريين بيبقوا حاصلين اللي هم مسافرين مع أسرهم بيقدروا يقدموا، وأيضا أي طالب حاصل على أي شهادة أجنبية بتعادل شهادة الثانوية العامة المصرية، فبنتكلم على
الامريكان او بنتكلم على الرئيسيه او الفرنسيه او ايا كانت الشهاده الاجنبيه، يستطيع هؤلاء الطلاب جميعا ان هم يقدموا من خلال نفس الموقع. المساله الالكترونيه يعني سهلت كثير جدا على الطالب المصري او حتى الطالب المصري اللي موجود في الخارج او الطالب الوافد الراغب في الدراسه في هذه الجامعات الاهليه. يعني اجمالا احنا عندنا اضافه جديده يا دكتور في ما يتعلق بالمنظومه الجامعيه المصريه، هتاهل طلبه جداد لسوق عمل جديد. في رساله من ده تقدر توجهها لكل الاساتذه واعضاء هيئه التدريس علشان برضو يعني نواكب هذا الامر واولياء الامور ايضا؟ خليني أؤكد لحضرتك الرساله المهمه اللي بتقدمها الجامعات الاهليه. انظر حضرتك الى المناطق الجغرافيه اللي موجود فيها الجامعات الاهليه، فهي رساله تنمويه لخدمه المجتمع بالدرجه الاولى. صحيح. ننظر كل الطلاب الراغبين ينظروا الى نوعيه البرامج الدراسيه المتميزه والحديثه والمعاصره اللي بتتيحها هذه الجامعات الاهليه. والله دي اهم نقطه. ندعوهم ايضا للنظر الى حاجه مهمه جدا، الجامعات الاجنبيه المرموقه اللي فيها توأمه مع هذه الجامعات عشان يحصل على شهاده مزدوجه. انظر الى الامكانات والمعامل الحديثه اللي متوفره في هذه الجامعات، انظر الى الاستاف اللي احنا يتم الاستعانه به في هذه الجامعات، انظر للتخصصات العلميه اللي تأهلك لسوق العمل، هتلاقي كل هذه المزايا من خلال اسماء البرامج. ادخل على موقع الجامعه، شوف الجامعه برامجها ايه، شوف امكانياتها، شوف الاستاف اللي فيها، ما تستخسرش في نفسك ساعه على الموبايل او ساعه على جهاز الكمبيوتر، هتقدر تشوف كل هذه البانوراما بسهوله ويسر عشان تبدا تخطط لمستقبلك من النهارده. احنا يمكن في صباح الخير يا مصر كمان مركزين مع الجامعات الاهليه وما تقدمه من كليات يمكن جديده بتتناسب مع سوق العمل زي ما اتكلمنا. كل شكر لحضرتك الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا جزيلا لحضرتك.